بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خطبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معشر الأنصار، حينما وجدوا في أنفسهم شيئا عن قسمة الغنائم، لأنه لم ينلهم شيء منها وقد نال المؤلفة قلوبهم وسائر القوم. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما من الله به عليهم، وبعد ذلك طلب منهم أن يقولوا ما منوا بهم، فلم يقولوا، قالوا المنة لله ولرسوله. ثم قال بعد ذلك: وجدتم في أنفسكم يعني إيه؟ يعني شع في قلبكم كده. وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا. لعاعة يعني شيء تافه كده، شوية غنائم اديتهم لنا. في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام. انتوا بزيادة عليكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير، وتذهبون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ شرف يعني هذا، يعني فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ولولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فبكى القوم حتى خضلت لحاهم، وقالوا رضينا بالله وبرسوله قسما، وانتهت المعركة. مقارنات حينما تأتي لابد أن تقارنها بالشيء الباقي. الشيء الباقي هو اللي يجب أننا نتفاخر به، أما الشيء الذي مآله إلى الفناء وهو أيضا من ليس معه يعيش كمن عاش من معه، مسألة يعني لا استغنى. إنما حدش استغنى عن الإيمان، إنما نستغنى عن الإيه؟ عن الدنيا وعن شوية. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، جاء قوم فأسلموا، فقالوا: يا رسول الله، لو أن النعمان بن المنذر كان ملك في الحيرة أصاب منا ما أصبت ثم جئنا إليه لرد إلينا عائدتنا. يعني اللي خدوا مني وأنت المكفول وسيد المكفولين، يعني رد لنا الإيه؟ فقال: أخيركم بين السبي وبين الإيه؟ المال. قالوا: ما كنا لنختار على نسبنا شيئا، اعطينا السبي. فأعطاهم سبي، قال: هذا مالي ولبني هاشم، خذوه، أما ما بقي للصحابة فأنا أكلمهم، يعني أتوسط لكم عندهم، اللي يرضى بكلامي يدي الكل عنده. فجاء بالعرفاء وقال: اذهبوا إلى رحالكم وقولوا لهم إن رسول الله يحب كذا وكذا وكذا، فمن أعطى ما أخذ عن طوية راضية فبها، ومن لم يعطي قولوا له أعطيه ورسول الله يعوضك. وقد فعل ذلك. هو ما يشير إليه الحق سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، أدنتوا استهلتوا الحرب بإيه؟ بالفرار. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ما رحبت يعني إيه؟ مع رحبها ومع سعتها بقى صحراء وجبال ومش عارف ايه الارض اللي هتضيع علينا دي، واحنا في مدينة الشوارع هتزنقني. وضاقت عليكم الارض بما رحب ثم وليتم مدبرين. ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان ينهي المعركة هذا الانهاء، الا انه فقط اراد ان ينزع منكم المباهاة بالكثرة،
لتعلموا أنكم تنصرون بالله وأن كثرتكم لا تغني شيئا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وظل هو كده في المعركة لوحده والتسعة وياه وعلى المؤمنين الذين معه. أو أنزل الله سكينته أولا ثم أنزلها على المؤمنين الذين فروا فرجعوا يصح ويصح. وأنزل جنودا لم تروها. حدثونا عن ان الملائكة برضو نزلت وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وشجعت المسلمين وعلى مثلا خيل ما بلق. والكفار هم الذين امنوا شهدوا بهذا بانهم كانوا اذا ما وجدوا الناس على جياد بلق ولم يكن عندهم بلق فعرفوا. دي مسألة بقى اذا حدثنا بهذا من الملائكة نزلت وناس شافوهم وناس مش عارف ايه. اذا حدثتم بهذا فقفوا منه موقف المؤمن. ان وثقت ثم ما قاله القائل وهو صادق فآمنوا بها ولا تبحثوا ازاي ديا وما ازاي شديا وسيبوا المسألة دي. وإن كنتم تقفوا فيها فيجب ألا تقفوا فيها وقفة الرد لها ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها. ووجود الشيء شيء وإدراك كيفيته شيء آخر. كونك ما تدركش كيفية حاجة بمعناها منها مش موجودة، لا هي موجودة بس انت ما تدركش. الاكتشافات اللي اكتشفها العصر الحديث العلم التجريبي طلع لنا مثلا الجاذبية وطلع لنا الكهرباء وطلع لنا الذرة وطلع لنا تفتيت الذرة. هذه اشياء وجدت الان ام كانت موجودة في كون الله من ساعة ربنا ما خلقه؟ موجودة لكننا ما كناش نعرفها. يبقى عدم معرفتك لها لا ينقض الوجود، واكتشافك لها الآن يجعل لك مقدمة في أنك إن حدثت بشيء لا يقبله عقلك لأنك ما عرفتوش لا تكذب. ليه؟ لأن في أشياء ما كانتش موجودة الأول ووجدت، ووجدت بقوانين إيه؟ بقوانين مادية ما تقدرش تنكرها. إذن فافرق دائما بين وجود الشيء وبين إدراكه وجود الشيء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا. شوف لم تروها، كلمة لم تروها دي تعطي العذر لمن قال لما شفتش. ويكفيني إن ربنا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، كان زمان لما نقول إن لله خلق هو الجن وخلق هو الملائكة بس الجن يرون يشوفونا وإحنا من إيه ما نشوفهمش. وبعدين النبي يقول إن الشيطان لا يجري من ابن آدم إيه يعني يدخل كده ويجري مجرى الدم، ويقول إيه الحكاية دي الشيطان ويدخل ومش عارف إيه. وبعد ذلك أثبت لنا العلم الحديث بعد ما اكتشف الميكروب، الميكروب اللي إيه اللي لا يرى بالعين المجردة، يخترق الجسم ولا ما يخترقوش؟ يخترقه. هل درينا به ساعة ما دخل الجسم؟ ما دريناش. مما يدل على أنه بلغ من الدقة مبلغا يتجنب فيه شعيرات الإحساس. شعيرات الإحساس المنبطحة في الجلد دي يوم من دقة يجي بين الشعيرات كده ويدخل لهم انت ما تدراش بيه. لأن بقى الدم مش الإنسان كربة وفيها دم، لا، الدم ده في قنوات، القنوات دي يحكمها قانون. هذا القانون اللي هو مربع نصف القطر يوزع على الكل. يعني مثلا احنا في المياه، في المياه وفي المجاري، في المياه نجيب ماسوره قطرها كام؟ 8 بوصة وندخلها البلد، يقوم يشوف كمية الصب والمربع نصف القطر، نصف القطر كام؟ 8 بوصة، اضربه في 8 يبقى 64 بوصة. لما تيجي توزعها تقوم تاخد مثلا بوصة نصها، هي نصها انا مش هتاخد نص المية، لا لنصها 4 تاخد كام؟ 4 في 4 بكام؟ ب 16، 16 من كام؟ طيب وبعدين قسم الاربعة في اربعة دي الى اتنين في اتنين، ما احنا عايزين بقى ندخل الحواري
وندخل البيوت ناخد ايه؟ بوصة. بوصة في بوصة تطلع ايه؟ واحد. شوف بالنسبة لديك الاربعة وستين، اذا كل ما تقل 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 مجموع الشعيرات دي مربع انصاف اكترها يساوي ما تصبه الكبيرة، معمولة بحساب كده بحساب دقيق. هو ده اللي بيعملوه عندنا في المياه، يجيب ماسورة كبيرة وبعدين يفرع منها، واللي بيعملوها برضو في المجاري، ناخد شوية 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 وبعدين تصب في قطر أوسع وتصب في قطر لحد ما تصب في أو الدم بالشكل ده. يجي بقى إن ضاقت الشرايين دي عن الدم تحصل الأمراض اللي بيقولوها بقى التجلطات والكوليسترول والكلام اللي بيقولوا اللي زي البلالية عندنا ولا بتاعة المية نسلكها، هي قد بعضها تمام، مسألة واحدة. يبقى إذا الدم بيجري في شعيرات وقنوات، قنوات لها جدران بس بلغت من الدقة مبلغا، بحيث إذا جئت أنت بميكروب دقيق ما يخرقش واحدة منها فما ينزلش دم. ولذلك دلوقتي هو بيقول لك الجراحات هتبقى بلا دم. من يعني ايه بلا دم؟ يجيب مشرط او الليزر ويحط المشرط بين الشعيرات ما يقطعش ولا ايه، وما دم ما يقطعش ولا شعيرات يجي ايه، ما يجيش ايه، ما يجيش ال ها ما يجيش دم، ما ينزلش دم ايه، ما يجيش دم خالص. يبقى كل حاجه محسوبه ولا مش محسوبه؟ وبعد ذلك جه الميكروب دخل، والميكروب لما يدخل يبقى له مدة حضانة زي ما بيقوله، يقعد مثلا كذا يوم على ما يعمل العملية بتاعته، وبعدين الإنسان يسخن وتجيله الحمى، وبعدين عملية طويلة، مع أن اللي دخل لا دريت به وبلغ من الدقة مبلغ كذا. طب فإذا كان الميكروب وهو من مادتك شيء كثيف، لما تجيب المجهر كده تشوفه كبير، يبقى الشيطان اللي أشف منك في الخلق يدخل ولا ما يدخلش؟ الله، ده شيء مادي منك هنا انت، ودخل وانت ما دريتوش، وهو بعدين بقى له اثار. يبقى الشيطان اللي أشف منك يبقى يستطيع ان يدخل ويجري من ابن ادم مجرى الدم ولا لا؟ يبقى فاذا حدثت بهذا ما تستعجبهاش، لان قانون الماده وقانون التجربه المعمليه والعلم اثبت لك ان ممكن قوي شيء يبقى موجود ولا نشوفوش، وبعدين نشوفه نشوفه بعدين. انت لو نظرت مثلا الى المجاهر والميكروسكوب والتلكسكوب والبتاع دي بيقرب البعيد وده بيكبر الصغير، تقوم تشوف عجب في جسم الانسان. الجسم اللي انت شايفه املس ده وناعم، ساعة ما تحط عليه البتاع كده تلتفت تلاقيه في ايه؟ فيه ابار، اللي هي بير، وطالع منه العرق كده، طالع منه اللي بتاع دي. انما بلغ من الدقة مبلغا بحيث لا تدركه العين الايه؟ العين المجرده. فاذا حدثت بقى بان ملائكه برضه تنزل صدق، بس ربنا عمل لنا برضه تطمين لبشريتنا، قال ايه؟ جنودا لم ايه؟ لم تروها، لم تروا. امال اللي قال لك ده اللي شفت وما شفتش وما اشوفت؟ اما قال لك لو تروها مجمعين، واحد يشوفها لمحه كده يعني. نعم. وعذب الذين كفروا بالقتل وبالايه؟ وبالاسر وبسلب الاموال، ذلك جزاء الكافرين. جزاء الكافرين، الجزاء بقى صحيح كان ممكن يهزمهم من اول الامر ويبقى الجزاء واضح، قال لك لا، ده احنا نديهم كده الاول ايه؟ فرحه النصر، وبعدين يجي ايه؟ لان كونوا يستشرف الى النصر وبعدين تيجي الهزيمه اوقع من ان تاتي له الهزيمه ايه؟ اول الامر. ولذلك احنا قلنا الشاعر لما قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامه، الناس عطشانين وبعدين شافوا غمامه جاي كده، قال لك ده مطر. فلما راوها اقشعت وتجلت، ابتدا يطمعهم، ثم ايه؟ وضربنا المثل بالعسكري اللي على الزنزانه اللي الواحد محبوس فيه، يقول له يا شيخ اديني شربه ميه، يقول له حاضر على عيني وراسي. الراجل يقول والله ده بقى خاله الطيب حضر. فيجيب له كاسة المية ويروح لحده كده ويجي يمد ايده وياخده يروح ضارب على ايده وموقع الكاسة. ديا افظع في تعذيبي من انه يقوله لا ما فيش مية. لو قال له ما فيش مية من الاول تبقى سهلة، انما ايه؟ فكذلك استهل القوم بالنصر وبعدين ايه؟ ختمت لهم بالهزيمة عشان يجمع عليهم ايه؟ فجيعتين، فجيعة السلب وفجيعة الايجاب. شوف رحمة الخالق بعد المناوشات دي والحرب والعمايل دي كلها، وبعدين يقول ثم يتوب الله على من تاب.
ايه العظمة دي؟ ايه عظمة الرب دي؟ البعض كده يقول ايه؟ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لان اصل كله يبقى غفور رحيم ويتوب دي مسألة منطقية. ليه؟ لان هو اللي كفر اذى الله في شيء؟ ما فيش ترى بينه وبين الله، ده ترى بينك وبين العبيد وبينك وبين نفسك، انما انت وحد يقدر يعمل وانا حاجة؟ حدش يقدر وانا حاجة. ما اذيتين ناشي انت، ما اذيت نفسك. والله غفور رحيم. بعد بقى ما يصف المسائل كده، ما يصفها عقدية في براءة من الله ورسوله وينقض العهد ويصفي بقى، يصفينا من العهود اللي بيننا وبين المشركين، ادي واحدة. ثم يصفينا من ذوات المشركين، في فرق بين العهد وبقاء المعاهد، انما العهد يضيع، ادي واحدة مرحلة. وبعدين ذوات المشركين، اوعوا يقربوا المسجد الحرام ده ولا يجوا هنا، ما الله. وبعدين بقى اتكلم بده يعالج موضوع اخر، قال دول عملوا اللي عملوه برضه وانا تواب واقبل توبتهم وانا غفور ايه رحيم. وبعد ذلك يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. لا يكفي ان تقطعوا معاهدتكم وياهم مع بقائهم، بقاء ذواتهم، فلننتقل من المعاهده التي تبقي الذات الى ايه؟ الذات نفسها. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه المرحله الثانيه، البراءه للعهد وبعد ذلك التخلص من الذوات بقى. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس، النجس هو الشيء المستقذر اللي النفس تتقزز منه. طيب يا اخي يمكن هم مش شكلهم بيبقى حلو مثلا، ويمكن لابسين كويس، ولا اما قال لك ده القالب. انما الكلام بالله وحين يتكلم انما يتكلم عن الايه؟ عن المعاني وعن القلوب. ان الله لا ينظر الى ايه؟ وانما ينظر الى ايه؟ يبقى اذا العقيده نفسها قذرة ونجسه. انما المشركون ايه؟ يبقى المسائل عند الله ايه؟ ما بتاخدش بالظواهر ولا بالصور، انما بياخد بالايه؟ بالقيم. وانت اذا ما نظرت الى القيم والى العقائد الحقه، العقائد الصادقه، تجد كل عقيده تنضح على تكوين مادتها. العقيده نفسها تنضح. انت لما تكون فرحان ماذا يحدث لاساريرك؟ والواحد اللي يشوفك كده يلاقيك مبتهج كده يعرف كده. طب واذا كنت غضبان ولا حد مضايقك؟ الله، اذا تنفعل الماده بانفعال القيم، تنفعل الماده بانفعال الايه؟ طب ما دام القيم فذه تبقى الماده نفسها ماده متمرده على صاحبها. ماده متمرده، ايه متمرده على صاحبها؟ ام قال لك لان الماده بطبيعتها او الروح بطبيعتها قبل ما يلتقوا مع بعض كل دي كائن عابد مسبح. بينشأ الفساد منين؟ لما تيجي الروح تتحط في المادة وبعدين تيجي النفس. يا ترى نغلب منهج ربنا نبقى نفس مطمئية، أو نخليه شوية شوية تبقى نفس إيه؟ لوامة، أو نخليه مأمر بالسوء؟ إذن الله، إذن قبل كده الروح لوحدها أدي واحدة، والمادة لوحدها، الروح لوحدها والمادة لوحدها إيه؟ ككل شيء في الوجود عابد مسبح، وإن من شيء إيه؟ خلاص. والمادة شيء ولا مش شيء؟ تبقى بتسبح. ذرات الكافر مؤمنة مسبحة ولكنها مقهورة لإرادته، مقهورة لإرادته. ولذلك حينما تنحل إرادة الكافر عن مادته، ربنا مخضع المادة للإرادة. اليد دي تضرب واحد جايز، تاخد بإيد واحد واقع جايز، اللسان يقول لا اله الا الله ويقول والعياذ بالله عند الكافر الله سهل الثلاثه الله. امتى؟ اذا الماده بتاعتي خاضعه لمين؟ لمراد صاحبها. مراد صاحبها في دنيا الاختيار، فاذا ما انتقل الى الاخره فلا مراد لشيء. ما دام لا مراد لشيء تقوم الماده اللي كانت مقهوره على انها تطيعك في المعصيه تتمرد عليك، وتقول ابن الايه عمل بيا كذا وضربني كذا، يوم تشهد عليهم ايه؟
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنا أرفان منك لأنك أنت تعبتني في دنياك، تعبتني في دنياك وقهرتني على أشياء أنا أنكرها لأني عابد ولأني مسبح ولأن الأشياء التي تأمر بها. زي ما قلنا ضربنا المثل في أني مثلا قائد خد كتيبة ونزل بها في صحراء عشان مهمة. الكتيبة بحكم الأمر العسكري رهن لمين؟ افعل ولا تبص ولا يناقش. يقوم القائد بقى ينسى بقى واجبه ويعمل كذا ويعمل كذا، يطيعوه ولا لا؟ بحكم ايه؟ خضوعهم لمراداته. لكن اذا ما جاءوا بقى ورجعوا كده عند القائد الاعلى والكبير بقى يقولوا ايه؟ يقولوا والله ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا. الجلود وكل ابعاد الجسم هتيجي تقول والله عمل بيا كيت وعمل بيا كيت، لانه ايه؟ كادها بالاراده، هي عابدة مسبحة وبعدين يقول لها اعملي عمل مش عبادة، تبقى ايه شكلها دي؟ اللسان اللي ده عابد اللسان في ذاته عابد في ذاته مسبح، وبعدين الإرادة تخليه يقول الله ثالث ثلاثة، يبقى اللسان يقولها وهو ايه؟ ومكره. لما ينحل عنده لمن الملك اليوم؟ ما حدش عادله كلمة ولا حدش عادله ايه؟ ما حدش عادله ايه؟ إرادة. إنما المشركون نجس، يعني العقيدة بتاعتهم بتنضع على كل إيه؟ تصرفاتهم. والحق سبحانه وتعالى يربب المعاني الإيمانية في النفوس، يرببها يعني يزودها يخليها تتضح تبقى واضحة كده. إزاي؟ قال لك مثلا إحنا ساعة نرجم الشيطان، عمل الحتة الحجر دي ورمزنا إليها بمين؟ بالشيطان اللي إحنا ما بنشوفوش هو بيوسوس لنا، إنما جسمناه وعملناه إيه؟ وبعدين جينا للإيباء عن مرادات الشيطان رمزنا لها بحجر نضربه به كده. ديا المعاني الإيمانية أبرزناها في أمر إيه؟ في أمر حسي. المعاني الإيمانية أبرزناها في إيه؟ في أمر، علشان إيه؟ عشان توضح في النفس البشرية إن الشيطان ده عدو واجب أن يقول. كل ما يحدثك بحاجة لازم ترجمه، ترجمه بإيه؟ بانك تبين له قضايا الايمان النص. ساعه ما اقول لك الشيء الفلاني تقول له لا دي كذا، يقول لك الشيء الفلاني دي كذا، يقول لك دي الشيء الفلاني دي كذا. ولذلك الشيطان هيضحك علينا او على العاصين يوم القيامه وعلى الكافرين، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، يا هبل انتوا هبل، ما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. طب السلطان ما هو السلطان؟ السلطان انك انت تجيب واحد تقهره على ان يفعل، تقهر وترغمه وهو غير راض بالفعل، يبقى بقى عليك سلطان وقوة ما يقدرش يخالفك، ادي سلطان. او تقنعه يفعل هو بقى الاول، انت بتخليه ايه؟ يفعل. لكن لما تقنعه بالدليل هو اللي يفعل. الشيطان لا له الاولى ولا له الثانية، لا عنده قوة ترغمك على المعصية ولا عنده برهان يقنعك بيه علشان تروح للمعصية، لا دي ولا دي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجاب، بس فتنتكم جايين انتوا اللي هيب من تشويرة جيتوا، وأنا مالني. إنما المشركون نجس، وما دام نجس الأماكن التي لا يدخلها إلا الإنسان طاهر ما يقربوش منها بقى، عمل النجاسة المعنوية ايه؟ زي النجاسة الايه؟ الحسية. يبقى لا يقرب المسجد الحرام بعد منها. وبعد ذلك بعض العلماء قام قال لك ما دام ربنا قال عليهم نجس يبقى نجس، ولازم يكون فيهم نجس مادي. قعدوا يتصيدوا النجس المادي ده يبقى في ايه مثلا؟ قام قال لك يا اخي ابقوا شوفوهم كده وعلشان خاطر الايمان ابقوا شموهم، تجدهم زنقين زي ما بيقولوا. ليه؟ لأنهم لا يتطهرون من حدث ولا يغتسلون من جنابة. شو بقى اللي ما بيتطهرش من حدث ده ولا من حدث ولا يغتسل من جنابة؟ لما رحنا الجزائر ما وجدناش في البيوت حمامات. فرنسيين ما كانوش يعملوا في البيوت حمامات، حمام ده يعني مسألة، ده ما يروح في حمام في البلد لما كل 20 كل قد ايه كده يبقى يروح مرة يستحمى بره في الحمام بره، ما فيش في البيوت حمامات. ما عرفوهاش الا لما ايه؟ الا لما اتحرروا.
ورجعت لهم قواعدهم الإيمانية. لكن البيت الإيماني فيه الحمام، فيه بيت الماء. ليه؟ لأنه مبني على الطهارة، كل ما يدخل يتطهر. دول كان ما بيعملوش العملية دي. طب اسمع، جرب في واحد أو جرب في نفسك وقعد أسبوع ولا عشر أيام كده ما تغتسلش وشوف إيه اللي يجرى. يجرى كتير قوي، فتبقى المسألة نجس يعني برضه نجس حسي. لما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. ده بعضهم قال لك والله لو أنني سلمت على مشرك ويده رطبة، شوف الفارق، في فرق بين إيده رطبة وإيده جافة ناشفة. إن سلمت عليه ويده رطبة لابد أن أغسل يدي، إنما إن سلمت عليه وإيده جافة ناشفة بكفاية أن أمسحها، تنفع المسح ينفع يعني. يبقى إذن إيه ده؟ ده احتياط علشان يبين لك إن دول يجتنبوا. فإذا كانوا يجتنبوا قوالبا يبقى يجتنبوا قلوبا ولا ما يجتنبوا شيء. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو العام التاسع اللي حصل فيه الأذان. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد إيه؟ عامهم هذا، اللي هو كان عام إيه؟ تسعة في الإيه؟ في الهجرة. فلا يقربوا المسجد الحرام. طب الممنوع منه المسجد ولا الحرم كله؟ اللي مسك النص قال الشافعي قالك المسجد الحرام، انما البيت الحرام دي. نقول له يا سيدي ما احترمنا للاجتهاد نناقشك، فلا يقربوا ولا فلا يدخلوا؟ لو كان فلا يدخلوا يبقى كان المسجد بس، انما لا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يكونش قريبين منه. واقرب شيء الى المسجد ايه؟ حرم هذا المسجد. يبقى اللي قال لك كل الايه؟ كل الحرم. وايضا فانه لو كان المراد المسجد فقط، خدوا بالكم شوفوا العلماء ازاي بيفتشوا عن المعاني ويطلعوها. قال لك لم يقول لا يدخله، وانما قال ايه؟ لا يقربه. وما دام لا يقربه يبقى ما يجوش قريب منه، وما دام مش قريب منه ما يجوش قريب منه، الا اقرب مكان الى الحرم ايه؟ الى المسجد ايه؟ الحرم وحوله، يبقى ما يجوش الحرم. وايضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.